نتابع نهاية التالتة كتقولينا أن الليميت عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية ديال f ل x ناقص بين قوسين ax زائد b يساوي صفر إلا عندنا هذه النهاية يعني بصيغة أخرى en fait qui n'est pas تكافؤ يعني لا عندنا هذه النهاية هذه كذا يعني أن CF يقبل مقاربا مائلا عند زائد ما لا نهاية منين جا زائد ما لا نهاية جتنا من هنا معادلته y يساوي ax زائد b بحيث المعادلة ديال هاد ax زائد b هي هذه اللي كتكون هنا alors نشرح هذا الشيء لأن منين تنكتبوا a و b alors بزاف ديال الكلام كيتلفوا alors نعطيو فقط مثال ديال هذه مثال ديال هذه هو مثلا الا حسبنا النهاية ديال عندما يؤول x إلى واحد ديال جوج x ناقص سبعة على x ناقص واحد ألوغ إلا كتبنا هادي غادي نلقاوها تساوي ما لا نهاية بون على حساب واحد ناقص ولا واحد زائد غتعطينا زائد ما لا ناقص ما لا نهاية ولكن المهم عندنا أن هاد النهاية هادي كتعطينا ما لا نهاية إذا في هاد الحالة راه سي إف ديال هاد الدالة هادي يقبل مقاربا عموديا معادلته إكس يساوي أ بالنسبة لهادي الميتال ديالها هو ليميت عندما يؤول إكس إلى جوج ديال جوج زائد واحد لا ماشي جوج هنا لأن هنا النهاية نفس زائد ما لا نهاية إذا غادي نديرو النهاية في زائد ما لا نهاية ديال جوج زائد واحد على إكس على تلاتة ناقص واحد على إكس ألوغ إلا حسبنا هاد النهاية هادي كتعطينا زيرو هادي كتعطينا زيرو كتبقى لينا فقط جوج على تلاتة يعني في هاد الحالة المقارب ديالنا غيكون إيكغيك يساوي بي في هاد الحالة بي هو جوج على تلاتة النهاية هنا الأخرى هي المثال الأخير ليميت عندما يؤول إكس زائد ما لا نهاية ديال جوج إكس ناقص واحد زائد واحد على جذر إكس دونك هادي هي إف لي إكس ناقص بين قوسين جوج إكس ناقص واحد تساوي صفر حيث في هذه الحالة هذه كلها هي f لي x يعني f لي x ناقص بين قوسين ax زائد b يساوي صفر راه في هذه الحالة المقارب المائل هو y يساوي جوج x ناقص واحد اوكي نتابع عندنا المقاربات نجيو دابا نتكلموا على الفروع اللانهائية ثلاثة الفروع اللانهائية على هذا الفروع اللانهائية كيكون عندنا في حالة كنحسبوا ليميت ديال اف لي اكس
عندما يؤول x مثلا زائد ما لا نهاية وكنلقاوها كتساوي زائد ما لا نهاية. يعني كيكون عندنا جوج الحوايج، هنا زائد ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية. الوغ في هذه الحالة كيكون عندنا فروع لا نهائية. الوغ منين كنلقاو هاد النهاية بحال هكا كيخصنا نحسبو نهاية أخرى اللي هي النهاية ديال f لي x على x عندما يؤول x زائد ما لا نهاية. الوغ نقدرو نلقاو هادي تساوي صفر أو لا نلقاوها تساوي x عندما يؤول x زائد ما لا نهاية أو لا نلقاوها تساوي زائد ما لا نهاية. دونك في هاد الحالة يا صفر زائد ما لا نهاية. الوغ ملي كيكون عندنا صفر كنقولو أن cf يقبل فرعا شل جميعا اتجاهه هو محور الأفاصيل. وإلا لقينا النهاية تساوي زائد ما لا نهاية ألوغ غادي نقولو أن CF يقبل فرعا شل جميعا اتجاهه هو محور الأراتيب ومحور الأراتيب. ونقدر ندوزو دابا انطلاقا من الفرع اللانهائي ندوزو الليطاب الرابعة ديال دراسة الدوال اللي هي حساب الدالة المشتقة اللي كنكتبوها f بريم ل x. الوغ باش نحسبو الدالة المشتقة سهلة، شفنا في الأولى بكالوريا واحد الجدول نستعمل الجدول اللي فيه f و f بريم، فيه f و فيه f بريم. الوغ كنعرفو أن دالة ثابتة الدالة المشتقة ديالها هي صفر، كنعرفو أن AX لأن AX زائد B الإشتقاق ديالها هو A، كنعرفو أن X أس N المشتقة ديالها هي N في X أس N ناقص واحد، كنعرفو أن الجذر مربع ديال X الإشتقاق ديالها هي واحد على جوج جذر مربع ديال X. الوغ هادي وحدة، ثم كنعرفو أن غادي نكملهم هنا F و F بريم، كنعرفو أن واحد على X الدالة المشتقة ديالها هي ناقص واحد على X أس اتنان، كنعرفو أن الدالة المشتقة ديال كوسينوس X هي ناقص سينوس x، كنعرفو ان الدالة المشتقة ديال سينوس x هي كوسينوس x، وغادي نزيدو عليهم واحد جوج غادي نشوفوهم اون ديتاي في الشهور الاولى ديال العام. غادي نشوفو ln x الدالة ln لوغاريتميا، الدالة المشتقة ديالها هي واحد على x، والدالة اكسبونونسيال x اللي المشتقة ديالها هي اكسبونونسيال x.
وهذا هو الجدول ديال الاشتقاق. هاد لي دو بارتي شفناهم شفناهم العام اللي فات. هاد لا ترويزيام بارتي هي اللي غتزدنا هاد العام. ثم انطلاقنا من هذا بالنسبه للاف بريم غنحسبوا يا اما الجدول وغادي نستعمل واحد جوج ديال الخصائص. نستعمل ايضا الخصائص ديال الجداء ديال دالتين وديال القسمه ديال دالتين حيت لنا U في V بريم غادي تعطينا U بريم في V زائد U في V بريم. المثال ديالها هو مثلا الى عندنا x مربع زائد 4 في كوسينوس x بحيث هذه هي v وهذه هي u. الى بغينا نحسبوا الدالة المشتقة ديال هذه خاصنا نطبقوا هذه الخاصية. هذه عندنا ايضا الخاصية ديال القسمة u على v بريم هي U prime phi V ناقص U phi V prime. إمتى كنستعمل هادي؟ مثلا إلى عندنا جوج X مربع زائد 4 X على ثلاثة X ناقص 5 بحيث في هذه الحالة هادشي اللي في البسط هو U وهادشي اللي في المقام هو V. ونطبقوا هاد الخاصية هادي اللي نسيت فيها أن هاد العدد هذا كله خاصنا نقسمه على V أس 2 هادي الخاصية وهادي الخاصية. لاحظوا بطبيعة الحال أن هنا في الجدة كيكون عندنا مجموع وفي القسمة كيكون عندنا فرق وفي المقام عندنا الأس 2. اوكي ثم alors كنا في l'étape 4 alors ندوسو دابا لا 5ème étape. une fois كنحسبو الدالة المشتقة كيخصنا نحلو المعادلة f prime لي x يساوي صفر. يعني في هاد ليطاب هادي كنحسبو f بريم لي x وفي ليطاب لي مبعدا كنحلو المعادلة f بريم لي x. اشنو هو الهدف ديال هاد حل المعادلة؟ الهدف ديال حل المعادلة هو مطاريف الدالة f. شنو هما هادو اللي كنسميوهم المطاريف؟ المطاريف عندهم جوج ديال الانواع. كنسميو المطاريف يا اما القيم القصوية لاف او لا القيم الدنوية لاف. يعني القيم القصوية هي ملي كتكون عندنا اف بحال هكا كتكون غادية كطلع 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 كتلقى واحد لو ماكسيموم هنا ومن بعد كتنزل. فهاد النقطة هادي اللي في الفوق هي قيمة قصوية وهاد الأفصول ديالها x واحد هو اللي كنلقاو حل المعادلة f بريم ل x يساوي صفر. وإلا كانت قيمة دنوية مثلا دالة جاية بحال هاكا ألوغ دونك نازل نازل حتى لواحد القيمة مثلا هنا وغادي عاوتاني كطلع. إذن هاد القيمة هادي هادي دنوية دونك نلقاو فيها ممس افقي.